اهلا بحضراتكم مره ثانيه من بعد الفاصل. يمكن اتكلمنا مع حضراتكم في البدايه عن مظله الحمايه الاجتماعيه وازاي المواطن استفاد بشكل مباشر من برامج الحمايه الاجتماعيه اللي الدوله اشتغلت عليها من بعد 30 يونيو، خاصه لو بنتكلم على برنامج زي تكافل وكرامه اللي بيقدم دعم نقدي ل 5 مليون و200 الف اسره وبما يعادل 20 مليون مواطن بيستفيدوا بشكل مباشر من هذا البرنامج. 20 مليون رقم ضخم جدا في دول زي ما احنا قلنا يعني تعدادها يقرب من 20 مليون او اقل كمان من 20 مليون، احنا عندنا برنامج واحد بيعمل هذا الامر. كلنا شفنا برضو ازاي برامج الحمايه الاجتماعيه كانت بتدعم الفئات والاسر الاولى بالرعايه، ازاي ساعدت هذه البرامج انها تمتص اي تداعيات اقتصاديه وخصوصا وقت ازمه كورونا، ازاي ان هي بتقدم دعم لفئات زي كبار السن، المحتاجين، ذوي الهمم، مش بس قصه تكافل وكرامه اللي مظلتها ممتده بطول رقعه الوطن المصري. خلينا نتكلم عن مظلات الحمايه الاجتماعيه المختلفه، ماذا قدمت هذه المظلات للمواطن المصري ولفئات اجتماعيه بعينها بعد 9 سنوات من ثوره 30 من يونيو. بصحبتنا الكاتب الصحفي والنائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وايضا رئيس تحرير جريده الشروق، منور النهارده في استوديو صباح الخير مصر. اهلا بك يا استاذ عماد، منور. اهلا بيكم، صباح الفل عليكم. لو بنتكلم عن مواطن محدودي الدخل والفئات الاولى بالرعايه، عايز اعرف ازاي يمكن استفادوا من يعني برامج الحمايه الاجتماعيه بشكل عام. اولا انا اظن انه برامج الحمايه الاجتماعيه من الصعب او من الافضل عدم يعني قصرها على فكره الحمايه الاجتماعيه. بمعنى انه في مجالات كثيره جدا المواطنين خصوصا محدود الدخل استفادوا منها، لانه اول ما بيتبادر لذهننا بنتكلم على تكافل وكرامه مثلا على سبيل المثال. تكافل وكرامه أنا أظن في الميزانية الجديدة حوالي 31 مليار جنيه بعد ما كان قاعد فترة طويلة جدا قريب من رقم ما بين 18 إلى 20 مليار جنيه للسنوات الماضية. التطور اللي حصل إن هناك العديد من السياسات خدمت على فكرة الحماية الاجتماعية دون أن يكون عنوانها هو الحماية الاجتماعية. بمعنى، وده موضوع ممكن نتكلم فيه كتير جدا، لما انت بتعمل العمليات الجراحيه التدخل الجراحي اللي هو انهاء قوائم الانتظار مثلا، ما انت لما بتنهي قوائم الانتظار ما في فقير او في محتاج عمل عمليه، العمليه دي فلوسها مش موجوده في تكافل وكرامه، هي موجوده في بند تاني مختلف خالص، نظريه التامين الصحي الشامل بالظبط. او لما بتعمل على سبيل المثال طبعا برنامج التامين الصحي نفسه، لانه حتى برنامج التامين الصحي مختلف عن المبادره بتاعه اللي هي انهاء قوائم الانتظار. قوائم الانتظار دي مبادره فكر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمت ونجحت وبدات بعدد محدود جدا جدا ثم توسعت الى عدد لم يكن يتخيله احد. فبالتالي المعالجه الصح لفكره الحمايه الاجتماعيه ينبغي ان احنا ننظر اليها في اطار اشمل. ما هي الفرص والمبادرات والمبالغ التي تذهب الى المواطنين حتى لو لم تكن العنوان بتاعها هو حمايه اجتماعيه؟ لانه لما انا باجي اتكلم على سبيل المثال عن اي موضوع في التعليم، لما باجي مثلا اقول والله ان انا قررنا ان احنا الدوله تدفع جزء من مستحقات الناس او الرسوم اللي المفروض بيدفعها بعض الطبقات الفقيره، ما ده جزء من المساهمه في صحيح لكن حصر القصه فقط في التكافل وكرامه او الاستهداف الاجتماعي المباشر انا رايي ان هو بيبقى قاصر عن تبيان الصورة الحقيقية. يعني شايف ان التعليم بقى حق مكتسب ان احنا نتكلم فيه رغم ان هو من اول البرامج اللي تصنف زي ما حضرتك قلت تحت مظلة الحماية الاجتماعية انه التعليم مجاني عندنا او شبه مجاني؟ بص خلينا نبقى واضحين، الدولة المصرية عملت جهد هائل لابد ان احنا نشكرها على الحكومات المختلفة من 2013 لحد دلوقتي، جهد هائل جدا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. والحمايه الاجتماعيه في العديد من القطاعات، مش بس تاني، مش بس مجرد فلوس بتدفع لتكافل وكرامه. لكن من طبعا من العالم نكبه بمأساتين او كارثتين، كورونا ثم تداعيات اوكرانيا وتاثيرها على الاقتصاد العالمي ومنها مصر. هذا التاثير اثر على العمله المصريه، فبالتالي ما كان يصرف من نقود او من فلوس مبلغ معين قيمته قلت. فبالتالي انت مضطر كدوله انك انت تدفع فلوس اكتر عشان تغطي الفرق في الفلوس. ما كان يدفع على سبيل المثال 1 مليار جنيه مثلا قيمته كانت قبل الازمه قبل كورونا واوكرانيا واللي حصل كام وبقي كام، وبالتالي علينا انه احيانا فخ الارقام بيبقى خادع. صح، مهم جدا ان انا
لانه زي ما انا بقول ان احنا دفعنا كتير جدا في جزء تاني اسمه بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مثلا عن معدل الفقر 30% تقريبا او 29.5، وهل اثرت الازمات الاخيره على هذا المعدل صعودا ولا لا؟ دي حاجات علينا ان احنا نشوفها على في اطارها، لكن العنوان الرئيسي هو ان الدوله المصريه بعد 30/6 حاولت وبذلت جهد كبير جدا ونجحت في مرات كثيره جدا في توفير مظله حمايه اجتماعيه لعدد كبير جدا من الناس، لكن في بعض المرات الظروف الاقتصاديه كانت اكثر صعوبه واثرت في هذا التوجه، لانه في حاجات انت مش بايدك. لما بتيجي تلاقي سعر البترول قفز في لحظه من اللحظات الى 139 دولار، الحبوب ارتفعت بكذا، العمله لما انت عملت تحرير عمله عشان تعمل هيك يعني تقضي على التشوه في فكره الاسعار المختلفه العمله، كل ده اثر فتكلفه الحياه نفسها ارتفعت. اسعار انت عملت اليه، انا رايي ان هي اليه مهمه جدا، وهي التسعير التلقائي للمواد البتروليه، لانه ودي نقطه مرتبطه بالدعم الاجتماعي بجد. لما انت بتدي كدوله تتحمل الفرق ما بين الدعم المستمر، الدعم المستمر كفكره الدعم موجود في كل دول العالم، لكن انت بتقدمه ازاي وبيذهب لمين، دي نقطه في منتهى الاهميه. ان لم يعني تعامل بطريقه جيده، النتيجه انه احيانا انت كنت بتدفع دعم قبل كده بيروح لبعض الاغنياء، في حين ان انت مستهدف الدعم ده رايح يفترض، ونتذكر شعار مهم جدا، الدعم للمستحقين، كيف يصل الدعم الى المستحقين. طبعا اظن الطريقه التي تمت في الفترات الاخيره باعاده هيكله بعض انواع الدعم كانت في صالح الاقتصاد المصري على طول. ليه؟ لانه لما اجي انا ببيع لتر البنزين على سبيل المثال بجنيه، هيستفيد بيه كل الفقراء، بس هيستفيد بيه عدد كبير جدا من الاغنياء. وبالتالي كيف يمكن ان انا اعمل طريقه ما ان انا ادي الدعم ده او ادي السلعه دي بسعرها الحقيقي للمواطن وادي المواطن المستحق الفرق، ولا بتستفيد بالسفارات الاجنبيه اللي المفروض ان هي مستفيد يعني مش عارف ايه؟ سفارات حجمها قليل، لكن انا بتكلم العدد الاكبر هو الناس اللي مش بالظبط. يعني دايما بيقول لك كان في مثل بيتقال، لو انت ركبت طياره وجبت شوال ملان فلوس ورحت فاتح الشوال ده، مين اللي ياخد الفلوس في الجو؟ فتحت والطياره، مين اللي ياخد الفلوس؟ اكتر حد ياخد الفلوس مين؟ مش الفقراء، اللي ياخدها اللي عنده ارض كتيره، اللي عنده ارض كتيره الفلوس هتقع في الارض دي، فبالتالي سيستفيد منها الاكثر غنى. فالفكره الاساسيه كيف يمكن الوصول الى طريقه انك انت بتقدم الدعم ده يصل بجد الى مستحقيه، مش ان انا اتحمل كميزانيه دوله العديد من العجوزات اللي انت بترحلها لاجيال كتيره بعد كده. انت بتدي، انا ظني ان الحكومات المصريه المتعاقبه وخصوصا بعد 17 و 18 يناير 1977، نتذكر في هذا الوقت حكومه الرئيس انور السادات رحمه الله رفعت اسعار بعض السلع الاساسيه بفلوس قليله جدا جدا. حصلت المظاهرات الشهيره 17 و 18 يناير، واضطر ان يلغي هذا القرار. احد النتيجه دي، احد الاسباب لهذا التطور، انه العديد من الحكومات ترددت كثيرا في اصلاح هيكل العجز واصلاح هيكل الدعم. فبالتالي بقيت انت بتدي الحكومات بدات تدي الدعم المفتوح للجميع، ظنا ان هذا سيجعل الناس مرتاحه. طب خلينا نقنن الامر، تكافل وكرامه مثلا. فبالتالي ما فعله، افضل ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي انه قرر ان يغير هذه المعادله، وده اجراء غير شعبي يعني. وبالتالي احنا بدأنا طريق طويل جدا لمحاولة اصلاح التشوهات اللي موجودة في الدعم. الدعم ده اداك فرصة انك انت تقدر توجهه الى المستحقين بالفعل، ومن هنا جت تكافل وكرامة وبقية المبادرات المهمة جدا. طب انا عايزة انتقل بقى مع حضرتك من فكرة الدعم للتمكين. كمان الدولة يمكن ادت تمويل لمشروعات صغيرة متناهية الصغر، عملت تمكين لأسر اقتصاديا. ازاي هنا انا بنقل بقى الاسرة اللي محتاجة دعم من فكرة ان هي محتاجة او العاوزة زي ما بيقولوا لفكرة الانتاج والتمكين الاقتصادي؟ تمام، هذه نقطة في منتهى الاهمية. ناس كتيرة جدا بتتعامل مع الدعم ان هو حق مكتسب طول الوقت،
هو كويس لو عندك وفورات ماليه كتيره زي بعض الدول الغنيه جدا، فتدي فلوس براحتك لو انت هتقدري تضمني تدي الناس فلوس وما يشتغلوش خير وبركه، بس ده مستحيل. وبالتالي اللي هي الشعار دايما يقول لك يعني بدل ما تعطيني سمكه علمني كيف اصطاد. فلو انت اديتي الناس يعني تكافل وكرامه، مثلا انت بتقول والله انا هدي المحتاج 400 او 500 او 600 جنيه. طيب ماذا لو ان انا تمكنت انا كدوله قدرت ان انا اخلي هذا الرجل اللي بياخد او الاسره اللي بتاخد 300 جنيه في الشهر ان هي تقدر تشتغل. لو هو اشتغل هو اولا هيجيب فلوس اكتر لنفسه ولاسرته. الفلوس بتاعت ال 300 الدوله مش هتديها له، هتديها لواحد اكثر احتياجا منه. وبالتالي طلعت هذا المواطن من دائره العوز ودائره الاستهداف الاجتماعي وخليته يشتغل وينتج. احد الحاجات العظيمه في التجربه الصينيه على سبيل المثال ان هو كيف تمكنت هذه التجربه من انتشال ملايين الناس من الفقر الى الطبقه المتوسطه. ان هو بدل ما هو فقير وبياخد دعم من الدوله او ما بياخدش بقي منتج، فبقي قوه مضافه للاقتصاد الدوله نفسها وبقي مفيد وبقي يعني عشان علمته حرفه وديته مصنع و بالظبط. يعني بالمنطق برضه في حديث مع الفارق تماما، بس المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. صحيح. فبالتالي المواطن القوي القادر على التعلم القادر على العمل القادر على الكسب القادر على الانتاج هو افضل من الثاني اللي هو قاعد ما بيشتغلش. وبالتالي التوسع في هذا الامر في فكره التمكين شيء مهم جدا وشيء ناجح، لكن مره ثانيه طبعا الظروف الاقتصاديه الضاغطه على المنطقه وعلى الاقليم وعلى مصر بعد ما حدث في اوكرانيا وكورونا والاسباب يطول شرحها، للاسف الشديد الاستثمارات تلقت بتواجه صعوبات كبيره جدا، لانه لما انت الفايده بترتفع عشان تواجه التضخم وتعالج مشكله اكبر تكلفه الاستثمار بتبقى اكبر، لانه لما بتروح تاخد قرض عشان تبني مصنع او حاجه بتبقى الفايده اعلى. فبالتالي كان في صعوبه الى حد ما في التوسع في هذه البرامج. على نفس الكلام التحالف الوطني للعمل الاهلي، واعتقد ان هو يعني مش هنقول ان هو مظله حكوميه يعني ما ياخدش دعم مباشر من الحكومه المصريه، الحكومه المصريه نظمت بس اليه عمله، ولكنه بيشتغل برضه على فكره قصه التعليم وبيقدم منح لناس لدخول جامعات ربما تكلفتها عاليه وخلافه، ايمانا من هذا المنطلق ان انا بدل ما ادي اكل وادي شرب وادي دواء، لا انا ممكن اخلي شخص يشتغل 50 سنة وهو اللي يدي الاكل والدواء والطعام. انا اظن انه من افضل الحاجات اللي حصلت في مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع وهي فكره التشبيك او التشابك او التنسيق بين كل المنظمات العامله في العمل الاهلي. نتذكر جميعا انه كان عندنا 5 6 جمعيات ناشطه كبيره ومئات الجمعيات الاهليه الصغيره، فكان بعض مش كل عدد قليل من الناس محترفه الحصول على الدعم والتبرعات يروح لكل الجمعيات دي يلف عليهم لفه في الاعياد في المناسبات في الكوارث في النكبات ويروح واخد 5 مرات دعم من هذه الجمعيات. التشبيك اللي حصل قضى على هذه الفئه، بمعنى انك انت قدرت في الرقمنه وقاعده البيانات المهمه اللي اتعملت في هذا الامر، وده موضوع يستحق نقاش طويل جدا، ان انت قضيت على تعدد امكانيه حصول شخص واحد على خدمه اكثر من مره. وبدل ما انت كنت بتدي 1 5 مرات بقيت بتدي 5. ومن هنا التشبيك بتاع الرقمنه في الجمعيات الاهليه والتحالف العمل الاهلي قدرت انت، وشفنا اظن من حوالي في شهر مارس اللي فات لما حصل المهرجان الكبير اللي حضره السيد الرئيس لهذه الجمعيات كتف في كتف، ان انت الكتف في كتف ازاي انت تقدر توصل لغالبيه المستهدفين مش كلهم، وقضيت على فكره ان في مواطن يقدر يضحك على الدوله زي طبعا ونشرت ثقافة التطوع وخلقت جيل جديد مهم من الشباب اللي هم فعلا حضرتك عارف يعني تطوع في أمريكا أو في أوروبا طبعا دي ثقافة طبعا بالظبط صحيح أتفق معك تماما. وبالتالي إن احنا محتاجين مزيد من التنسيق بين الجمعيات الأهلية كلها في قاعدة البيانات عشان تقدر تصل بجد إلى المحتاجين اللي هم في كل الأماكن.
طيب احنا يعني هنستأذن حضرتك والمشاهدين، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا الشيق جدا مع النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق. فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل كلامنا، خليكم معانا. وما زال الحديث مستمرا حول مظلات الحماية الاجتماعية المختلفة اللي قدمتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 من يونيو. وإحنا عندنا النهاردة في صباح الخير يا مصر كشف حساب لتسع سنوات من هذه المظلات، ماذا قدمت الحكومة للمواطن لشرائح من المجتمع المصري، إزاي استفاد من هذه المظلات. بصحبتنا النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وأيضا رئيس تحرير جريدة الشروق. منورنا أستاذ عماد. أهلا بكم. نورنا يا فندم. تكافل الكرامة أعتقد أنه هو من أهم البرامج على الإطلاق. إحنا ربما عملنا يعني استهلال هائل أن الدعم ليس فقط مجرد دعم نقدي أو دعم يقدم من الغذاء وخلافه، ولكن خلينا ناخد كل برنامج على حدة. برنامج تكلفته تصل لحوالي 22 مليار جنيه بدأ عام 2015، مستهدف عدد كبير جدا من المصريين في كل المحافظات. لو هنعمل كده كشف حساب لتكافل الكرامة، ماذا قدمت الدولة المصرية عبر هذا البرنامج وكيف استفاد منه المصريون؟ أنا أظن أنه تكافل وكرامة من قصص النجاح العظيمة بجد التي تحسب ل 30 يونيو منذ بدايته. وطبعا هنا لابد أن نتذكر بكل التقدير دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ومعها فريق كبير جدا منهم هانية الشلقاني وسيادة الوزيرة الحالية وكل من ساهم في هذا الموضوع، لانه انت قدرت توصل لاستهداف كان دايما ان انت ازاي توصل للناس المستحقه. فلما عملت الاستهداف المباشر ده انك بتروح للناس المستحق وعملت شرائح كتيره جدا ان انت هتدي اللي مش هتخلي اولادها يتسربوا من التعليم، فانت اللي هتدي معرفش وجبات غذائيه، وده على فكره برضو موضوع يستحق النقاش. ازاي انت تقدر مش بس بتدي فلوس، لا انت بتدي فلوس وفي نفس الوقت بتقول للست لو انت اولادك ما تسربوش من التعليم خصوصا البنات انت هتاخدي اكتر هتستمري. فبدات تربطها باهداف وحاجات مهمه جدا لا تتعلق فقط بالفقر او بالاحتياج او بالعوز، وبالتالي قدرت تعمل قيم مهمه جدا في الوصول للناس. هذا البرنامج انا اظن ان هو نجح الى حد كبير جدا في الوصول الى جزء من مش كل الناس طبعا، لانه انت يعني 20 مليار في اللحظه انا اظن هو قد يتطور لحد ما جه فتره كان 18 ثم 20 مليار جنيه ثم 22 مليار جنيه في الميزانيه اللي هي مفترض هتنتهي بعد ايام. ظني ان هو اظن في الموازنه الجديده هيقفز الى 31 مليار. مرة تانية ان انت تقدر كلما قدرت تطلع منه، يعني مش البطولة انك تدخل فيه ناس جديد، البطولة انك تطلع منه ناس للفكرة اللي كنا بنتكلم عليها ان هو يروح الى مستوى اقتصادي هو قادر على العمل، بحيث انه لا يظل فيه الا من يحتاج الـ يعني التكافل او الخدمة بالفعل، واللي انا اقدر اهله ببرامج مختلفة جدا. انه انا اظن كمان وزارة التضامن عملت جزء كويس جدا ان هي محاوله ان انت تطلع الناس التي لا تستحق، انت عارف بعض ضعاف النفوس ضرب الورق وبتاع ويقطع شرايينه ويمسك البتاع والحقوني، ناس كتيره بعضها اتعملت بس الوزاره في مرات كتيره جدا كانت بتطلع غير المستحقين بحيث انه لا يبقى فيه الا المستحق الحقيقي. اضافه لده طبعا في برامج ثانيه كانت اللي هي الاستهداف اللي هي الضمان الاجتماعي المختلف اللي هو كان موجود قبل كده، والعديد من الفرص المبادرات الاخرى اللي هي قدرت الى حد ما تساعد الناس في الفترات الصعبة اللي مروا بيها في السنوات الأخيرة. طيب عايز أتكلم مع حضرتك كمان عن يمكن مبادرة مهمة جدا زي مصر بلا غارمين. الدولة رجعت الغارمات والغارمين مرة تانية لأسرهم، دفعت عنهم دينهم. أيضا دي من المبادرات المهمة جدا اللي حتى لقت استحسان كبير قوي من المواطنين، أنه عجبنا قوي الحتة دي والإنسانية الكبيرة اللي يمكن عند الدولة المصرية النهاردة، أنه في مبادرة اسمها مصر بلا غارمين. يمكن دي كانت مشكلة كبيرة قوي بيواجهها المجتمع المصري، والنهاردة الدولة بتحلها.
ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ هذا موضوع بطبيعة الحال لما مجتمع يتكاتف ويقوم بسد الحاجة بتاعت بعض الغارمين والغارمات، وبنعرف الظروف الصعبة جدا اللي بيمر بها هذه الفئة. وأنا أتصور أكثر من مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا تدخل وطلب من الدولة أن هي تقوم خصوصا في الأعياد، مرتين ثلاثة في الأعياد كان بيعلن بنفسه أن هو تقرر أن الدولة تقوم بسد العجز عشان الناس دي تطلع من السجون والأحكام تنتهي. هو موضوع بلا شك في غاية الأهمية، وموضوع بيكشف إلى حد كبير جدا عن قدرة العمل الأهلي على القيام بهذا الأمر. لكن يعني خليني أقول حاجة قد تصدم البعض مع كل التقدير والاحترام لكن مهم جدا الناس حتى لا تصل رسالة خطأ لبعض الناس إن هو هياخد فلوس وياخد شيكات ثم لا يقوم بسدادها ظنا إن الدولة ستقوم بالسداد. وبالتالي ينبغي التمييز بين فئتين مهمتين. الفئة الأولى اللي هي الحالات الإنسانية اللي هي بتضطر بالفعل إن هي بتاخد قروض لكن لا تستطيع سدادها لظرف طارئ أو لصعوبة أو لحاجة صعبة جدا جدا، فبالتالي ده نوع يستحق التقدير والمساندة والدعم بكل الطرق وإن الدولة تتدخل أو رجال أعمال. لكن وأرجو إن دي تكون بعض علماء اجتماع بتوعنا يدرسوها بجد، اللي هي الناس اللي هي بتستسهل هذه المسألة انه انا ظروفي الاقتصادية صعبة فاروح عشان اجوز ابني او بنتي استلف مئات الالاف من الجنيهات واجيب معرفش تلاجتين وغسالتين بيعملوا حاجات يمكن محدش معاه فلوس كتير بيعملها. فبالتالي يعني ان انا يعني هي دي النقطة الجوهرية انه كيف يمكن ان الناس تعيش على قدر امكانياتها عشان يبقى فيه انه ما تجيش الدنيا تضرب بعد كده. ده نوع مهم التفريق تاني حتى يفهم كلامي بوضوح، نقف وندعم بكل الطرق الناس اللي هي بتضطرها ظروف بالفعل ان هي تاخد قروض وتعجز عن سدادها لاي سبب خارج عن ارادتها. لكن انه البعض يقول ان انا هروح اخد براحتي وهعمل ثم ستاتي الدوله لكي تنقذني او تدفع بالنيابه عني في النهايه، انا اظن دي احيانا بيشجع على قيم سلبيه زي التواكل او الاتكال بدون ان هو يشتغل او ينتج او يعيش على قدر الظروف اللي هتخليه ماشي صح بدون ان يضطر لدخول السجن. من اهم برضو برامج الحمايه الاجتماعيه البرنامج المقدم لذوي الهمم، شفنا اهتمام كبير من الدوله المصريه بهذه الفئه الاولى بالرعايه. النهارده حتى كنا في صباح الخير مصر بنحتفل بفوز الفريق المنتخب المصري للاعاقات الذهنيه اللي خد اول على العالم وشرفنا في عدد من البطولات، كمان لعب القوه كمان السباحه. فبالتاكيد انعكاس ده كان انعكاس لفوزنا في الرياضه لفئه ربما ظلت وقت طويل جدا، يعني كان عندهم عام خصص ليهم لو بنتكلم على كشف الحساب، كان عندهم ايضا عدد كبير من اشكال الدعم المادي والمعنوي اللي قدمت ليهم. اللي انا اظن طبعا انه الاهتمام بذوي الهمم هو جزء اصيل من مدى تقدر تحكم معيار للحكم على مدى تقدم وانسانيه ونبل اي مجتمع من المجتمعات. حيثما موجود هذا الاهتمام انا اظن انه ده معيار مهم جدا ان احنا الامور ماشيه صح. التقديرات اللي عندنا ان احنا عندنا اظن ما بين 7 إلى 8 او لا ربما البعض بيقول 10% ممن ينطبق عليهم ان هم من ذوي الهمم. وبالتالي في الفترات الاخيره برضو شفنا العديد من المبادرات التي كرمت هذه الفئه، وحتى في المؤتمرات المختلفة والفعاليات اللي فيها رئيس الجمهورية شفنا أكثر من مرة بيقوم بتكريم الرموز لهذه الفئة. وللأمانة أنا أتصور أنه ده أحد إنجازات ربما 30 يونيو أنه قدرت تصل إلى عدد كبير جدا من هؤلاء الناس وبدأ يبقى فيه اهتمام حقيقي على مستوى الإعلام على مستوى على العديد من المستويات خصوصا في الإعلام بهذه الفئة. طيب احنا كمان من ضمن المبادرات الهامة جدا جدا خلينا نتكلم عن مبادرة زي حياة كريمة. وحياة كريمة ما بتروحش تدي الفلوس للناس في ايديها، لكن حياة كريمة بتساعد الناس ان يبقى عندهم مثلا صرف صحي محترم، عندهم الشوارع عايشين فيها بشكل محترم، فبالتالي بتوفر حياة كريمة للمواطنين، بالتالي بتطلع انسان كرامته محفوظة في الوطن. الحاجات دي كلها دي كمان هل دي من المبادرات اللي بتعتبر تحت مظلة الحماية الاجتماعية؟ طبعا كل شيء كل سياسة بغض النظر هي في أي قطاع تستطيع أن تخفف من أو تحسن جودة الحياة
وتحسن من شروط الحياة وتقلل من صعوبات الحياة، هي ينطبق عليها بصورة آلية إن هي حماية اجتماعية. يعني حياة كريمة في المفهوم، إذا تم تطبيقها بالطريقة التي تحدث عنها السيد الرئيس ورئيس الوزراء وغالبية المسؤولين، ده هتبقى أكبر نوع من الحماية الاجتماعية للناس. بمعنى إن أنا لما أجي في القرى المفروض هي بتستهدف حوالي 60% من المصريين. غالبية نسب الفقر الأكبر موجودة في الريف للأسف الشديد، وخصوصا في الصعيد. وبالتالي لم يكن عبثا إن هي البدايات تكون من القرى والنجوع، اللي هي النجوع واللي هي المصنفة أكثر فقرا. وبالتالي لما باجي أرصف طريق، لما باجي أرمم مدرسة، لما باجي البيوت اللي هي ما لهاش سقف، التحسين المستشفيات، في حاجات كتيرة جدا. ما هو ده تسهيل للمواطن اللي محتاج. طبعا هذا الموضوع هيستفيد به الجميع في القرى، بس اللي هيستفيد الأكثر أيضا المحتاج، لأنه هيلاقي مدرسة جيدة ابنه يقدر، مدرسة عامة حكومية ابنه يقدر يروح، هيلاقي مستشفى مجانية هيقدر يروح ياخد منها العلاج. لما هيروح في، أنا شفت مستشفيات في حالات طوارئ بجنيه كان إن هو الواحد بيقدر يقطع تذكرة ويدخل ويحصل على أعلى درجات الدعم. لما يبقى فيه البرنامج بتاع العلاج على نفقة الدولة الذي يستفيد منه بالأساس المحتاج. فبالتالي كل ده سواء في حياة كريمة أو غير حياة كريمة هو مفيد جدا للأكثر احتياجا، وبالتالي هو بيساعد في تقليل، في زيادة مظلة العدالة الاجتماعية. صحيح. العدالة الاجتماعية لما أنا بعمل أي سياسة حتى لو كان هي سياسة عامة ولا تستهدف فقط الفقراء، هي بتساعد في فكرة الحماية الاجتماعية، لأنه أرقى أنواع الحماية الاجتماعية إن أنا أقدر أوفر عمل. ودي النقطة المهمة جدا. بالمناسبة لو أنا كدولة سهلت الاستثمار وشجعت القطاع الخاص المنتج على العمل وعمل فرص عمل، ما أنا كده وفرت فرص عمل. فرص عمل هياخدها مجموعة من الناس الذين لا يعملون اللي هم في حالة بطالة، لو اشتغلوا وفر للدولة، مش هدفع فلوس للتكافل وكرامة، بقي هو بدل ما أنا بعوله هو بيعيل المتوسط العام في الوظيفة بيقال إن هي 5 أفراد. فبالتالي كلما وفرت فرصة عمل فكلما استطعت إن أنا أعيل 5 أفراد كشخص، وبالتالي ساعدت في زيادة الحماية الاجتماعية لجموع الناس. صحيح. ما يعني المثل بيقول اللي مالوش خير في أبوه وأمه مالوش خير في حد. مسنين يا فندم فئة من أهم الفئات اللي اهتمت بيهم الدولة المصرية، في حوالي 500,000 مسن، تحديدا 475,000 بياخدوا دعم نقدي من الدولة وصل ل 2.6 مليار جنيه شهريا، غير إعفائهم من المواصلات العامة زي القطارات ومترو الأنفاق وخلافه لمن تعدى 70 عام. ماذا قدمت الدولة وخصوصا تحت أيضا مظلة التأمينات والمعاشات اللي اتطورت كثيرا عن السنوات الماضية؟ أنا والله قبل ما أدخل البرنامج لسه متصل بأمي ربنا يديها الصحة والعافية وهي من الناس اللي بياخدوا معاش لأن والدي متوفي. كويس. فبالتالي دي برضو أنا أظن لا تقل أهمية عن الحماية الاجتماعية المباشرة. الفئة دي الزيادات الأخيرة اللي حصلت، نتذكر لما الرئيس كان بيفتتح أظن مدينة المنيا الجديدة، لما تم الإعلان عن زيادات رفع الحد 1000 جنيه كانت علاوة مرة واحدة ورفع الحد الأدنى، وكان فيها أيضا المعاشات. نعلم جميعا انه طبعا الانسان عندما يبلغ سن المعاش بيبقى يعني فلوس المعاش بتبقى قليله مقارنه بما كان يتقاضاه. اكيد. هذا المواطن في الغالب بيبقى اصيب بالعديد من الامراض المزمنه من سكر وضغط و و و فبالتالي ميزانيه العلاج فقط بتبقى ميزانيه مكلفه، بيبقى بيشعر ان هو ربما عالى على الاسره. فبالتالي كلما كانت الدوله بتقف جنب مثل هذا النوع من الفئه بتاعت المعاشات، وده جزء من رد الجميل، مدى رد الجميل ومدى التقدم في الانسانيه، انه الانسان يعني اظن بيقولوا انه افضل يعني حاله بيعيشها بتوع المعاشات موجوده في الدول الاسكندنافيه. ان انت ازاي بتقدر توفر مش بس الحاجات الاساسيه اللكجري والحياه الانسان انك انت بتدلعه يعني. فبالتالي التوسع في مثل هذا الامر انا اظن يعني كنت غير المعاشات دي زياده، لكن انا اظن ممكن تكون وصلت 200 مليار 205 مليار في الميزانيه الجديده. فبالتالي ده غير المعاشات، ده الدخل اللي بيصب في الكروت الشهريه اللي اتعملت لها. بالظبط. لكن انا بتكلم هنا على المعاشات ككل بقى، لانه ده جزء في غايه الاهميه
للناس اللي هم بلغوا قعدوا في البيت ما فيش شغل. فبالتالي والنقطة الجوهرية انه مستوى السن مع تحسن الحياة الصحية المتوسط الاعمار زاد. صحيح. زيادة متوسط الاعمار بيرتب عليه كدولة مزيد من الانفاق لهذه الفئة. صحيح. على اي حال يعني ربما عملنا كشف حساب في عن ما قدمته الدولة المصرية بشكل عام خلال السنوات الماضية، اتكلمنا عن كل المظلات الحماية الاجتماعية. أستاذ عماد أيضا ربما فتح لنا مجال آخر، اتكلم على أن حياة كريمة وكل ما تقدمه الدولة من تعليم ومن صحة لابد أيضا أن ندرجه تحت مظلة أو بند الحماية الاجتماعية، لأنه هو في الأصل أو في الأساس هو دعم مقدم من الدولة سواء في صورة دواء أو في صورة معلم أو في صورة كتاب. مظلات كثيرة. أنا آسف، ما هو أنت لما بتقدم الرغيف الخبز بخمس قروش أيوه ده أرقى أنواع الدعم. صحيح. لما بتقول إن الرسوم الدراسية في المدرسة الحكومية ما أعرفش كام جنيه، ما ده دعم مهم جدا. يعني ده شيء مهم. صحيح. يعني على كل حال احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا. سيادة النائب عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، بشكرك يا فندم على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا. وقفتنا. شكرا.